اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. يعني اعذروني بس النهارده شويه عندي شويه برد كده وشويه يعني زوري وجعني شويه، انتوا عارفين برد الصيف بيبقى متعب شويه. لكن وزير الشباب والرياضه بيستجيب لطلب الاستاذ مرتضى منصور واللي طلبه في المؤتمر الصحفي بضروره مد فتره التصويت حتى العاشر. واستجاب الوزير خالد عبد العزيز لهذا الطلب في بالنسبه لفتره التصويت على اللائحه الخاصه بالنادي في الجمعيه العموميه المقبله والمقرر ليها يوم الجمعه القادم، لانه زي ما حضراتكم شفتوا وقال ان هو كانت من 9 الصبح ل 7 ولكن هو خلاها من 9 ل 10 ليلا. وبرضه قال الاستاذ مرتضى منصور عن مصطفى فتحي لاعب النادي الزمالك، لاعب اعوج ومتمرد. قال كده في تصريحات في المؤتمر الصحفي، قال مصطفى فتحي اثبت تمرده على النادي، كان يتمرد ويقدم مردودا سيئا معنا، وعندما ذهب للسعوديه تالق. كان الزمالك قد اعار مصطفى فتحي للتعاون لمده موسم واحد مقابل مليون و400 الف دولار يحصل عليها النادي و600 الف دولار للاعب. مع وجود بند باحقيه الشراء واتم رئيس الزمالك لاعب متمرد وأعوج على النادي منذ رفض احترافه في إيطاليا، وشهدت انطلاقة مصطفى فتحي مع التعاون السعودي حالة من التألق حيث سجل هدفين وصنع آخر. جنش بيحضر مران الزمالك متأخرا وغياب شيكابالا لنزلة البرد. حضر محمود عبد الرحمن عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك تدريبات الفريق متأخرا، وتواجد جنش لخوض المران تحت قيادة مدربه أيمن طاهر. أيضا حسام باولو مهاجم نادي الزمالك أدى تدريبات منفردة في مران الفريق اليوم، بينما أدى أحمد رفعت لاعب الفريق تدريبات أيضا منفردة من خلال تدريبات الفريق يوم السبت. تغيب محمود حمدي الونش مدافع الفريق بكرة القدم بنادي الزمالك عن التدريبات اليومية، وجاء بسبب ارتفاع درجة حرارته، وفضل الجهاز الفني راحته من المران. ايضا غاب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تدريبات فريق اليوم السبت، وجاء سبب غياب شيكابالا عن التدريبات بسبب تعرض اللاعب لنزلة برد قوية وحصوله على حقنة مسكنة. يا محاسن الصدف الحقيقه. يمكن شيكابالا خد مني برد امبارح بالليل، لان انا قابلت شيكابالا امبارح بالليل. فيمكن خد مني برد وانا بسلم عليه، يمكن. تقديم مؤتمر الصفقات الجديده بالزمالك يوم الاحد القادم. يوم الاحد هيعقد المستشار مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا لتقديم اللاعبين الجدد في نادي الزمالك، واللي انهى التعاقد معهم في الموسم القادم. المحترفون المصريون تألق المحمدي وصلاح وحجازي. فاز فريق استون فيلا برباعيه مقابل هدفين على فريق نوريتش سيتي، وذلك في اطار الجوله الرابعه من مسابقه دوري الدرجه الاولى الانجليزي بمشاركه احمد المحمدي. احرز اهداف استون فيلا كل من هوريان هاتريك واندري جرين هدف، وبهذا الفوز ارتفع رصيد استون فيلا لنقطه 4 ليصل للمركز ال 17، بينما يظل نوريتش سيتي في المركز ال 16 بنفس العدد من النقاط. في اطار الدوري الانجليزي ايضا احمد حجازي يحقق نادي ويست بروميتش فوزه الثاني بالدوري الانجليزي لهذا الموسم على حساب فريق بيرنلي، وذلك بالجوله الثانيه في الدوري الانجليزي الممتاز. طبعا اللي فات ده كان الدوري يعني يعتبر الدوري الممتاز به زي عندنا كده. سجل هدف بروميتش الوحيد اللاعب روبنسون كانون في الدقيقه 62-72 من اللقاء، وذلك عقب تسديده رائعه بقدمه اليمنى على يسار حارس المرمى. تعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها ويست بروميتش الفوز على في مباراتين متتاليتين منذ 38 عام، وذلك بمشاركة المتألق المصري أحمد حجازي. وبهذا الفوز ارتفع رصيد ويست بروميتش للنقطة السادسة للعلامة الكاملة من فوزين بلقاء الجولة الأولى على حساب بورثموث وبيرنلي في الجولة الثانية. أما محمد صلاح حقق نادي ليفربول الانجليزي فوزه الاول هذا الموسم على حساب نادي كريستال بالاس،
وذلك بالجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز البريميم ليج. سنغالي سادي ماني في الدقيقة 71 بيسجل هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية على يمين حارس كريستال بالاس. محمد صلاح الحقيقة في هذه المباراة كان قاعد احتياطي ونزل في الدقيقة 60 تقريبا وأدى بشكل جيد، يعني لما نزل محمد صلاح أدى بشكل جيد على الرغم من التألق اللافت للنظر لمحمد صلاح خلال الفترة اللي فاتت في المباريات الودية أو مع بداية الدوري الإنجليزي، ولكن المدير الفني ما لعبوش في هذه المباراة، يورجن كلوب ما لعبوش في هذه المباراة، ولكن محمد صلاح الحقيقة أدى حتى في خلال الستين دقيقة دول بشكل أو في خلال الثلاثين دقيقة اللي لعبهم بشكل جيد. 29 لاعب بمعسكر نادي الزمالك بالتجمع الخامس، 29 لاعب هم محمود عبد الرحيم جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف. خط الدفاع محمد مجدي والونش وأحمد مجدي ومحمود علاء وأحمد فتوح وحازم إمام. خط الوسط أحمد توفيق وإبراهيم عبد الخالق ويوسف أوباما ومحمد رمضان وأحمد مدبولي ومحمود دونجا وأحمد داوودة وأيمن حفني ورزاق سيسي وعبدالله جمعة وأحمد رفعت. خط الهجوم الشامي وصلاح عاشور وباسم مرسي وكاسونجو وبنيامين أشيبمونج وخالد قمر وحسام باولو ومعروف يوسف ومصطفى محمد، وتم استبعاد كل من أحمد الشناوي وطارق حامد وعلي جبر لانضمامهم للمنتخب وشيكابالا بسبب تعرضه لنزلة برد. ماشي. طيب هناخد بعض التليفونات من حضراتكم ونتكلم عن صفقات النادي الاهلي والزمالك الجديده، لان الحلقه النهارده كلها في اطار هذا الموضوع. ناخد ابراهيم، اتفضل يا ابراهيم. الو. مسلم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. طبعا هو الصفقات اللي النادي الزمالك بيحاول يعملها احنا بس نتمنى ان هي تبقى يعني متماشيه مع اداره للنادي، مع جهاز فني يكون قادر على اداره اللعيبه ديت. نعم. ان ايا كان مجموعه اللعيبه اللي بتنضم للنادي دايما بيبقى فيه مشكله في الاداره. اللعيبه لازم الاداره يكون معاها جهاز فني، والجهاز الفني ده يكون عنده مطلق الحريه في اختيار اللعيبه، وكل اللعيبه اللي بتلعب على مستوى كبير ممكن يبقى الجهاز الفني مسؤول عن ان الفريق يبقى في بينافس والنادي بيلعب كويس واللعيبه كلها بتلعب في مكانها. في لعيبه ممكن تيجي تموت، يعني في لعيبه ممكن تكون في انديتها لعيبه كويسه جدا تأدي بشكل متميز، لان الجهاز الفني وطريقه اللعب اللي بيلعبوا بيها بتخليهم يقدروا يكملوا. في لعيبه تاني لما بتيجي مع الاداره او الجهاز الفني اللي بيتغير ومدير فني مخلي اللعيب مش قادر يدي الكوره بشكل، كل شويه يتغير الجهاز الفني، كل شويه يعمل مشكله، اللعيب ده بيضيع منه الموسم ومستواه بيتغير خالص. نعم. طيب خلينا ناخد، اشكرك طبعا يا ابراهيم. معانا مين؟ محمود من العيادة، اتفضل يا محمود. يا كابتن. اهلا وسهلا. والله يا كابتن اسلام انا هتكلم على الصفقات بتاع نادي الزمالك. اتفضل يا فندم. الله يخليك. والله يا كابتن انا بالنسبه للكابتن شيكابالا يعني المفروض ان هو برضه يستمر مع النادي، بس مش عارف ايه السبب ان هو بيمشوه والزمالك بتكون كل صفقاتها مش مظبوطه. يعني بالنسبه المستشار مرتضى منصور كل صفقات الزمالك اللي بتيجي بيبعتهم اعار، يعني اللي جابوا ابون جيتو مش عارف منين جابوا من الداخليه عايز يبعتوا اعاره والله الجيش. طب انت بتجيب الناس دي ليه؟ عارف يا كابتن اسلام يعني زي بعض، انا بتكلم من الزملكاوي بس انا بشوف ان الصفقات كلها مش مظبوطه. فانا بالنسبه لنادي الزمالك يعني ربنا يكون في عون جماهير الزمالك، مش هقدر اقول اكتر من كده. تمام. طبعا اخر حاجه برضو عايز اقول لحضراتكم ان كابوريا في الزمالك مقابل 8 مليون جنيه واثنين لعيبه منهم رمزي خالد واحد اللاعبين اللي هيحددهم الكابتن حسام حسن. محمد من شبرا، اتفضل يا محمد. كابتن اسلام ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا شايف انه صفقات الزمالك يعني كتير قوي في نفس كذا لعيب في نفس المكان، ما اعتقدش ان اللعيبه دي كلها هتفيد النادي. اهلاوي ولا زملكاوي يا محمد؟ لا انا اهلاوي الصراحه. تمام. طب كلمني عن صفقات الاهلي طالما اهلاوي. تمام ماشي. صفقات الاهلي في مكانها كلها ما عدا بس ان خط الدفاع كان لازم قبل القيد الافريقي كان لازم يبقى فيه لعيب على الاقل يغطي مكان حجازي، لانه اذا سعد سمير او ربيعه اتصابوا هتبقى مشكله كبيره.
لكن بقيت الصفقات كلها صفقات رابحه، كلها تنجح يعني بنسبه كبيره. هشام محمد، ازارو، واسلام محارب، كلها لعيبه في اماكنها يعني. ها تمام، اشكرك على وجودك معانا. مين؟ محمود من المنوفيه، اتفضل يا محمود. قطع التليفون. زي ما قلت لحضراتكم، كابوريا في الزمالك مقابل 8 مليون جنيه. في جاء ذلك في الجلسه التي جمعت بين المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وسمير حلبيه رئيس نادي المصري البورسعيدي، وشيحه كان هو الوسيط هذه الصفقه، وحصل الزمالك على الاستغناء الموجه بالفعل للاعب من المصري البورسعيدي. اذا كابوريا لاعبا في نادي الزمالك. محمود من اسكندريه، وليد من اسكندريه، اتفضل يا وليد. الو الو الو، مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا وليد، اهلا وسهلا. اخبار حضرتك؟ وبمسي عليك من اسكندريه. اهلا بيك، اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. كابتن، بس بدايه انا كنت حابب اقول لك انا بتابع كتير قوي البرامج الرياضيه حقيقي بجد، انا ببقى مستمتع لما بشوف حضرتك. اشكرك انك بتقدم حاجه بتقدم حاجه محترمه، حاجه ممتازه. معرفش ليه بيبقى في بعض النقد، ولكن انا بقول لك خليك مستمر. حقيقي انت بتقدم حاجه محترمه جدا. اشكرك يا وليد على اشكرك على هذا الكلام. قول لي بقى، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ايه الثانيه؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا زملكاوي جدا. طب ايه رايك في صفقات الزمالك يا وليد؟ لكن طبعا بنبارك للنادي الاهلي، اداء محترم. فوز بدوري بدون هزيمه، مباراه في الكاس. لكن يا كابتن انا كنت حابب اقول لحضرتك ان احنا بنسمع ارقام فلكيه جدا. انا كنت بلعب كوره طبعا فتره زمان يعني، ولكن بنسمع ارقام فلكيه لبعض اللعيبه ما هياش لعيبه دوليه، لعيبه ما حققتش انجازات. فانا شايف لابد ان الارقام ديت تقاس بتارجت معين او بتحقيق بطولات معينه للاعيبه الكوره. هو صعب صعب، لانه الحقيقه خلاص انت في عصر احتراف، اللي عايز يحط جنيه والتاني عايز يحط اتنين، وبتبقى يعني منافسه او مزاد على لاعب معين، خلاص ما تقدرش تقيد هذا المزاد يعني. وائل من اسكندريه، اشكرك على وجودك معانا وليد. وائل من اسكندريه، اتفضل يا وائل. الو الو. كمال من الشرقيه، اتفضل يا كمال. الو الو كابتن، اهلا وسهلا يا كمال، اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. قول لي رايك في صفقات النادي الاهلي ونادي الزمالك، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي طبعا ان شاء الله. طب اخبار الصفقات بالنسبه لك ايه؟ صفقات نادي الاهلي يعني. صفقات نادي الاهلي والله احنا سعداء جدا. اه الصفقات اللي بيجيبها دايما النادي الاهلي بتبقى صفقات ناجحه من فضل الله. اه بس احنا عايزين سعادتك تدينا بس حكايه انتقال حسام غالي لنادي النصر السعودي. اه انتقال حر ولا عارة سعادتك يا كابتن اسلام؟ النهارده عندنا شريف جمعه هيتكلم معانا في كل هذه الامور برضو، بس احنا كنا حابين نعرف رايكم، عنده شويه حصريات كده هيقولها لنا هنا من خلال ملعب الشاطر، ونشوفه هيقول لنا ايه برضو على صفقات النادي الاهلي القادمه، هل فيه هو مدافع مفيش، هنشوف ايه اللي هيحصل يعني تحديدا في صفقات النادي الاهلي. تمام، اشكرك كامل. محمد من اسماعيليه، اتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا كابتن اسلام، طبعا انت عارف احنا كنا لك كل احترام في اسماعيليه. تمام. احنا كنا قبل كده حضرتك عملت الحلقه يوم صحه حضرتك رضا الاسماعيليه، كلمت مع اعضاء مجلس الاداره كلهم بخصوص الصفقات بتاعت النادي الاسماعيلي. مظبوط. وكانوا عملوا وعود ان السنه الجايه هتبقى مختلفه عن السنه اللي قبليها بصفقات صوبه. حتى الان انت عارف حضرتك ان فتره القيد الاولانيه هتتقفل. مفيش اي صفقات النادي الاسماعيلي ابرمها حتى الان. تعيد النادي الاسماعيلي لمكانته الطبيعيه عشان نوصل لمركز في المربع الذهبي او نوصل. طب من وجهه نظرك يا محمد، ممكن تقول لي ايه الصفقات اللي ممكن يستفيد منها النادي الاسماعيلي موجوده يعني في الساحه ويقدر يستفيد منها النادي الاسماعيلي؟ كان موجود صفقات كتيره خلاص. زي مين؟ موجوده في الساحه، كانت موجود منهم صفقات زي محمد سالم، اسلام جمال، صفقات في الدوري الافريقي وكانت بمبالغ زهيده. وكانت موجوده كمان صفقات وتقدم ريبورت التقرير ليها قبل كده باكثر من 20 لعيب للكابتن محمد محسن ابو جريشه. نعم. وصلت لمجلس الاداره في شهر 10 اللي فات. ومحدش اتخذ اي اجراء. ليه؟ لان الصفقات موجهه ناحيه وكيل معين. انا مش بهاجم الوكيل، بس انا بتكلم على النادي الاسماعيلي لو هيشتغل المبدا ده يبقى السنه الجايه هنفضل
على نفس المنوال السنين اللي فاتت. نعم. سواء سادس او سابع او ثامن. الفرق كلها قوت من منافس من وعدلت في القوام الاساسي بتاعها الا نادي الاسماعيلي. الوحيد اللي ما عملش كده السنه دي. كل صفقاتنا من الدرجه الثانيه ليها مستقبل كمان سنه او اثنين، بس ما تقدرش تشيل الفريق في الوقت. معلش يا محمد، ممكن اسالك سؤال؟ هو لما سيد معوض جه وبركات جه وعماد النحاس جه واسلام الشاطر جه وخميس جعفر جه وابراهيم عفرج جه، وكانوا بيلعبوا في ايه؟ طيب وخدوا دوري ولا عملوا ايه؟ اول سنه، خلينا نتكلم على اول سنه، سيبك من الدوري. خلينا نتكلم على اول سنه. مش قد تكون دي وجهه نظر المهندس ابراهيم عثمان ومجلس الاداره في تكوين فريق جديد يستطيع خلال الفتره القادمه؟ انا مع حضرتك ان قد يكون او من الافضل ان يكون هناك صفقات اقوى من كده، ولكن هل من الممكن ان ينافس النادي الاسماعيلي مثلا؟ النادي الاسماعيلي اللي انا كنت اعرفه مثلا انه عايز واحد زي كابوريا، فهل كابوريا مثلا ممكن يسيب، او النادي الزمالك او النادي المصري، بلاش نادي الزمالك، النادي المصري معروض عليه 8 مليون جنيه ومعروض عليه 2 لعيبه يروحوا من نادي الزمالك للنادي المصري، يسيب ال 8 مليون جنيه ويدي كابوريا مثلا، انا بتكلم مثلا يعني، ويدي كابوريا لنادي الاسماعيلي ب 2 مليون جنيه او 3 مليون جنيه اذا كان النادي الاسماعيلي اساسا قادر على دفع هذه الاموال؟ طيب اللي خلاني حضرتك اول حاجه، طب انا هتكلم في نقطه حضرتك بتاعت حضراتكم. انت حضرتك لما جيت النادي الاسماعيلي كنت لعيب في المنتخب الاولمبي، محمد بركات كانت مصر كلها تتكلم عليه وكان في موقع يعني الناس. انا بقول لك مثلا، بس كلنا كنا يعني اسماء لسه صغيرين واندمجته مع مجموعه لعيبه موجوده في التيم. كان محمد صلاح ابو جريشان كابتن الفريق، كان جه فيه لعيبه جيل يعني، كان محمد صلاح بس هو كان لسه صغير كمان في وقتها. اتفضل. ماشي يا فندم، انا بنتكلم حضرتك اللي حضرتك بتقول صفقات، انا حضرتك دخلنا السوق متاخر. انت حضرتك انت مثلا مثال كنت بتفاوض محمد رمضان، محمد رمضان بتاع بتروجيت، عمال تفاوض فيه من اربع شهور فاتوا من قبل ما الزمالك يخش فيه. طب انت جاي يا محمد، هو مش دلوقتي بيقول لك على قد لحافك مد رجليك؟ أيوة. انا 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 حضرتك راجل مثلا رسمي، حضرتك راجل ممكن تسمعني ثانيه واحده؟ اتفضل. حضرتك راجل متجوز وعندك مصاريف للبيت، فانت معاك 10 جنيه مثلا، خلاص ال 10 جنيه دي تقدر تشتري بيها اكل وشرب وكذا 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 وكذا، لكن هتقدر تشتري اكل بشكل معين وشرب بشكل معين ولبس بشكل معين وكذا. اللي معاه 20 هيتعامل بال 20، اللي معاه 30 هيتعامل بال 30، وبالتالي اذا كان هناك لوم فما نلومش مجلس الاداره، وجهه نظر يعني، ممكن نلوم الظروف اللي بتضع دائما النادي الاسماعيلي ان هو يبيع لعيبته علشان يقدر يجيب فلوس. ما نلومش ولا على فكره ولا مجلس الاداره ده ولا مجلس الاداره السابق، انا ما بتكلمش على المجلس الاداره اللي موجود، انا بتكلم بشكل عام يعني، ان دائما النادي الاسماعيلي مظلوم بسبب ان ما فيهوش فلوس كتير، ان ما بيعرفش يجيب صفقات كتير، ان دايما لما هيخش بصفقه مع حد الحد التاني هيكسب 100%. معلش يا استاذ اسلام، انا بلوم العقم التفكيري وبلوم ممكن بقى نتكلم في النقطه دي مظبوط. لكن انا اوعد حضرتك ان شاء الله احنا هنعمل حلقه وهيكون معانا، ممكن نروح للمهندس ابراهيم عثمان مره اخرى نتكلم معاه، ممكن يبقى معانا احد اعضاء مجلس اداره النادي الاسماعيلي. طبعا النادي الاسماعيلي واحد من اكبر الانديه في مصر وجماهيريه كبيره جدا. نعم تمام، وان شاء الله محمد نحل الموقف ده او نسمع وجهه النظر من مجلس اداره النادي الاسماعيلي. اخر تليفون ايهاب من الفيوم، اتفضل يا ايهاب. وانا اسف على ان انا طولت، بس كنت بتكلم مع محمد في حاجات مهمه تخص النادي الاسماعيلي. اتفضل يا ايهاب. الو. ايوه ايهاب اتفضل، ووطي التلفزيون عشان تسمعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن اسلام؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامل ايه؟ نعم؟ حضرتك عامل ايه يا كابتن؟ انا تمام الحمد لله، ربنا يخليك. على فكره يا كابتن انا متصور مع حضرتك كتير في النادي الاهلي. شرف لينا يا فندم، شرف لينا. وانا كنت بروح للشاب على طول والله. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. قول لي رايك في صفقات النادي الاهلي. وصفقات النادي الاهلي كويسه، هشام محمد الواحد فرحان بيه جدا جدا. ووليد كابتن وليد. يعني انت شايف ان الصفقات بشكل عام صفقات جيده؟ جيده كويسه. بس انا كنت نفسي عبد الله جمعه يجي الاهلي. عبد الله جمعه، يبقى عبد الله جمعه وصالح جمعه. يا ريت، كان نفسي فعلا عبد الله جمعه يجي نادي الاهلي. تمام. بتمناه من ربنا يعني. تمام، خلاص عبد الله جمعه بقى اصبح لعيبه في نادي الزمالك، اشكرك على وجودك معنا. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن صفقات النادي الاهلي وماذا سيحدث خلال الموسم القادم من وجهه نظر واحد زي ما قلت لحضراتكم. السوشيال ميديا النهارده بتمثل شيء كبير جدا في عالم المعلومات، كل الناس لما بتحب دلوقتي وانت قاعد على البحر بتفتح السوشيال ميديا تشوف او تتفرج على او تقرا حاجه لتخاطيف
مع شريف بيتكلم فيها عن صفقات النادي الاهلي، بيتكلم فيها عن وجهة نظره في بعض الامور، ولكن كلامنا هيبقى موجه فقط عن النادي الاهلي وماذا سيحدث من وجهة نظر شريف في الفترة القادمة. شريف جمعة معايا بعد هذا الفاصل.